So we carry on with our introduction. عفواً نستمر في شرحنا للشابتر الخامس Railway Infrastructure Systems ووصلنا إلى القسم الثاني وهو نظام السكة نفسها Track System. وسوف نتحدث في هذا القسم عن Track System وكيف يمكننا أن نفهمه بطريقة مفصلة وعن أجزائه ما هي الأمور المرتبطة بكل جزء. ومن دون ما إطالة فلننظر إلى Track System نظام السكة أو نظام السكك الحديدية. طبعا يتكون هذا القسم من أنواع نظام Track Systems. ما هي الأنواع الموجودة؟ Track System Cross Section المقطع العرضي للكروس سكشن، ريلز السكة نفسها، فاستنرز ما يمسك بالسكة بالعارضات، والسليبرز هو ما يسمى بالعارضات. هذه الأمور التي سوف ننظر إليها ضمن هذا القسم. طبعا التراك سيستم بكل شيء بسيط عشان تعرف الأمور بشكل واضح، هناك بلاست تراك وهناك سليبر سلاب تراك. بلاست تراك وسلاب بلاست تراك هو التراك اللي بتشوف فيه هذه الحجارة، وهي الحجارة التي تقوم بنقل الأحمال من السكة إلى العارضات أو السليبرز، هذه العارضات أو السليبرز، العارضات أو سليبرز إلى الأرض. في السلاب تراك مباشرة لا يوجد هناك عارضة أو عارضات بسيطة من السكة إلى العارضة الصغيرة إلى البنية التحتية اللي هي السلاب تراك، ونظام يعتبر هو أقل كلفة للصيانة. الآن أتحدث بتفصيل أكبر عن هذه الأنواع. أولاً البلاست تراك هو أرخص في الكلفة، في بنائه أرخص، ولكنه يحتاج إلى الصيانة كل 3 سنوات 5 سنوات، يحتاج إلى أن تقوم بعملية تامبينج أو تغيير البلاست بسبب تكسر الحجارة. ولكن أيضاً هو نظام فليكسبل مرن، إذا أردت أن تغير مسار السكة من مكان إلى آخر، وهو أمر بالتأكيد قليل الحدوث ولكن قد يحدث، فتقوم ممكنك أن تنقل هذا الجزء من مكان إلى جزء قريب أو إلى أرض قريبة بشكل سهل. في السلاب تراك هذا الأمر صعب جدا، لأنه يكون السيستم خلاص يجب أن تقوم بتحطيم سلاب، وهو عملية كبيرة، في عملية إنشائية كبيرة تكون يعني كلفتها أعلى. ميزة السلاب تراك lower life cycle cost، إذا أنا ما كان عندي هذه الصيانة للبلاست، إذا فأنا على مدى 10-20 سنة ما أحتاج إلى صيانة النظام. الأمر الآخر route cannot be modified، ما بتقدر تغير مسار الخط، يحتاج إلى صيانة أقل ولكنه مكلف أكثر. والكثير من يعني ليكون الأمور واضحة، الكثير من الأنظمة تستخدم السلاب تراك كونه في المتروز كونه أقل صيانة أو أعمال الصيانة صعبة جدا، بينما في الأنظمة الأخرى يعني اللي هي بين المدن أو في الضواحي يستخدموا البلاست تراك، حتى الهاي سبيد في كثير من الأحيان بيكون بلاست تراك. الآن نرى المقطع العرضي للسكة. طبعاً إحنا تحدثنا عن هذا المقطع العرضي ولكن نفصل فيه الآن. هذه السكة السليبر على البلاست، ومع البنية التحتية سكة سليبر، سكة عارضة سليبر، بلاست نوعين توب وبوتوم، بس هذا كله ضمن البلاست. سب بلاست أو طبقة حامية سب سويل. الأبعاد ما بين السكة الأولى والسكة الثانية هو الستاندرد جيج. طبعاً هذا المقطع العرضي للبلاست تراك. الآن انظر إلى المقطع العرضي للسلاب تراك. سكة مرتبطة بزي عارضة صغيرة، هذا شكل العارضة وهذه عارضة صغيرة، ومن ثم مرتبطة بالسلاب تراك والتي تكون مسلحة. يمكنك رؤية التسليح هنا، يكون تحت لتحمل البيندينج مومنتس المختلفة والستريسز القادمة من القطارات، فيتم تسليح السلاب تراك، ومن ثم البنية التحتية سب سويل. طبعا هذا النظام الكروس سكشن للسلاب تراك، وهذا الكروس سكشن للبلاست تراك. لاحظ هون انه تحتاج تسليح، هون لا تحتاج تسليح، العارضات تختلف،
الأبعاد بالتأكيد بين السكة والسكة هي نفسها. هذا بشكل سريع المقطع العرضي لكل القسمين. طبعا الآن نتحدث عن السكة نفسها، الريل، ريل نفسها كم أطوالها، شو أنواعها، وما هي الأنواع المرتبطة بالسكة؟ طبعا هناك أنواع وفقا للتصنيع. السكة بالذات معتمدة كثير على المصنعية وعلى المصنع الذي يقوم بتصنيعها. في عندك هاي ألوي ريلز وباينتيك ريلز وثيرمالي تريتد ريلز وناتشرالي هارد ريلز. هذول الأنواع تختلف من نوع إلى آخر، وكل نوع له مواصفاته وكل نوع له مساوئه ومحاسنه. طبعا أطوال السكة نفسها، أطوال مقطع السكة، طبعا هذا مقطع أساسي وهناك مقاطع أخرى سوف أتحدث عنها، 12 13 18 إلى 60 متر أو 120 متر. الأمر مرتبط بالنقل، كيف يتم نقل هذه السكة إلى الموقع؟ فيتم 12 متر يمكن تحميلها بالشاحنات، أما مثلا 60 متر قد تحتاج إلى قطارات، 120 متر أيضا قد تحتاج إلى قطارات خاصة. وهناك في بعض الشركات السكك الحديدية لديها قطارات فقط مرتبطة بنقل سكك حديدية بأطوال 120، وقد يتم نقلها من المصنع مباشرة إلى المشروع. طبعا السكة عشان تتعرض لأحمال ضخمة جدا، هذه الأحمال قد تصل إلى أكسلو 35 طنز، بعض الأحيان 40 طنز، بعض الأحيان 44 طنز. يعني هذا أمر يعني يعد الـ 44 طنز مرتفع جدا، إلا أنه هذا الحمل التي يتحمل. وأيضا قد يكون لورادي، المنحنى لديه نصف قطر قصير جدا، مما يؤدي إلى أحمال عالية جدا، أحمال عرضية عالية جدا بالعرض عند عبور القطار على المنحنى، قد يؤدي إلى أحمال عرضية عالية جدا بسبب حدة المنحنى. وسرعات القطارات قد تصل إلى 350 كيلومتر، وفي الصين 440، ويعني هناك أحمال عالية جدا يجب على هذه المقاطع تحملها. طبعا هناك أنواع من البروفايلز، أشهر بروفايل هو الـ UIC60 و60 ترموز إلى 60 كيلوغرام بير متر. وفي عندك جيرمن بروفايل S54، وال54 هو 54 كيلوغرام بير متر. الأمريكان بروفايل، في أمريكان ASCE ممكن يكون 85 وزنه 85 كيلوغرام بير متر، والBS90 وزنه 49 كيلوغرام بير متر. لكن ما يهم أنه أكثر نوع هو الـ UIC60، أبعاده ما يسمى بالريل بيس، الريل هيد، الريل ويب، الريل هيد ثيكنس، الثريد ويث، الهيد ويث، الريل بيس ثيكنس، كلها أبعاد تم دراستها بشكل دقيق وأصبحت ستاندرد. يعني المقطع أصبح ستاندرد ومتعارف عليه بشكل واضح جدا، وأصبح قوالب جاهزة لهذا المقطع ويتم التصنيع بناء على هذه القوالب. أيضا بالنسبة للريلز، عندما لا تعرف ما هو نوع الريلز يمكنك ترى البراندينج، اسم الشركة، تاريخ التصنيع أو year of rolling، السنة اللي طلعت فيها من المصنع، البروفايل، نوع البروفايل هنا S43 ممكن يكون مكتوب UIC60، وستيل سورت أي نوع الحديد. هنا تستطيع إذا أنت تمشي في أي سكة حديدية، إذا نظرت إلى المقطع العرضي بين الفترة والأخرى، إذا كانت وفقا لطول السكة، سوف ترى هاي البراند محفورة على القالب بشكل واضح. طبعا ريل فورمز هناك أنواع، طبعا هذا النوع حتى تكون بالصورة هو النوع الأساسي، لا يسمى بالدبل هيد، هو فقط هيد من اتجاه واحد وبيس واحد، لا يمكن قلب النوع. وكان هناك أحمال يتم قلبها، يكون هناك قسم ومن يتم قلبه. فهناك ما يسمى بالستاندرد ريل اللي هي احنا اللي حكينا عنها، دبل هيد ريل يكون القمة مثل القاع للمقطع، جروف دريلز فور تراموايز. هذا المقطع أيضا مشهور جدا، وهذا المقطع يستخدم في الترامز، هذه القطارات اللي تمشي داخل المدينة،
إنه هذا المقطع يجب أن يكون متماهي مع الشارع، فيكون هنا الشارع وهنا الشارع وهنا جروف مسار فقط لعجل القطار. سويتش ريلز أيضا هناك السكك المرتبطة بالسويتش، فمثلا هذه القطعة أو السويتش ريل أو الستوك ريل أو الدايموند، هذه أجزاء حديدية سكك حديدية ولكن فقط مرتبطة بالمقصات. وأيضا هناك كرين ريلز، أي التي يتم عملها لصنع مسار للرافعات. ريلز يتم وصلها عادة بما يسمى طبعا بأعمال اللحام. واللحام هناك ألومنيوم ثيرماتيك ويلدينج، هذا النوع اللي أنا بسميه ثيرماتيك ويلدينج، يتم وضع قالب بالألمنيوم وصل سكتين مع بعض وتفريغ هذا القالب في الفراغ. أو يكون أكثر حدث فلاش بوت ويلدينج، يستخدم ماكينة تستخدم التيار الكهربائي وتصل بين السكتين. وفقاً للأطوال يتم استخدام إما الثيرمايت ويلدينج أو الفلاش بوت ويلدينج. ولكن أيضاً الريل ديفكتس، هناك مجموعة كبيرة من الريل ديفكتس، واحد رولينج كونتاكت فاتيج أند وير، واحد اسمه RCF، والRCF هذا النوع يتم ملاحظة هذا النوع، هذه سكة تأثرت بما يسمى بالرولينج كونتاكت فاتيج أو بما يسمى بالوير تآكل. هيد تشيكس مثلا مثل هذا النوع، هذا الهيد تشيكس أصبح هناك تآكل. سكواتس مثل هذه الضربات التي تحصل على سطح السكة. نوع أنواع مختلفة من الويرز والبيرنز والتشيكس، هاي مثلا نوع آخر. فهناك دائما السكة بشكل مستمر بسبب تفاعلها مع البيئة، بسبب تفاعلها مع القطارات، بسبب احتمال الأحمال القادمة من القطارات. للأسف هذه الأحمال ينشأ عنها أعطال أو ديفكتس أو تؤثر في السكة، ويتم صيانة هذه الأعطال عادة إما بالجرايندينج أو بقطع السكة ومن ثم وصلها قطع الجزء المصاب ووصل جزء آخر أو أمور أخرى. وقد يكون هذا الكراك داخلي أو خارجي. طبعاً إذا تخصصت في الصيانة يجب أن تكون ملم بشكل كبير في هذه الأجزاء. ننتقل إلى الأمر الرابع، الفاستنرز. الآن عرفنا عن السكة نفسها، مواصفاتها، أنواعها. الآن بنفس الطريقة نتعرف على الفاستنرز. والفاستنرز هو الجزء الواصل ما بين السكة، والجزء الواصل والرابط ما بين السكة، مثبت للسكة مع العارضة. وهناك طبعاً إنسوليتر، يكون هناك عازل بسيط، ولكن أهم شيء يتعرض له هذا المثبت هي تورشنال فورسز، أحمال دورانية يجب عليه أن يكون قادر على احتمالها. وهذه ثلاث أنواع مختلفة تحت ما يسمى بالإلاستيك. هناك نوع يكون فيه نوع من أنواع السماح للحركة البسيطة، وهناك نوع ريجيد يتم تثبيته بشكل كبير. والريجيد أسوأ من الإلاستيك، فالإلاستيك هو النظام الأفضل. ما هي الإفكتيف فورسز؟ ما هي القوة التي تؤثر في على الفاسنرز؟ فيرتيكال فورسز قوة عمودية، لاترال فورسز قوة عرضية، ولونجتيدينال فورسز قوة طولية. والأمور المتطلبة من الريل فاسنينج، تورشنال تيست يكون في اختبار للعزم الدوران، ريل كريب فورسز هاي الفورس القادمة بسبب حركة القطار على القطار، وما يسمى بسحب الكريب، بسحب الفاسنرز يتم تعريضه إلى هذا الفحص، يجب أن تكون أكثر من 7 كيلو نيوتن. دامبينج أوف إمباكت لود، قدرته على امتصاص الأحمال المختلفة، وعادة يكون هنا باد، هاي بيسموها باد، وهي تقوم بتعمل مثل عمل الزمبرة بامتصاص بعض الأحمال. بيرمننت لود ميجرمنتس، الأحمال المستمرة. طبعاً هناك أنواع من الفاسنرز، وهناك شركات كبرى تقوم بتصنيع هذه الفاسنرز، مثلاً باندرول من الشركات الكبيرة، ومثل هذا الفاست كليب معروف، هذا نظام الفاست كليب. بوسلو SKL14 هذا نظام بوسلو باندرول، هذول شركات كبيرة. نابلا فاسنينج هذا النوع مختلف، طبعاً كل نوع يتم تصميمه وعمل الفحص
مغطس فيه، وفي هذا نظام الإيكليب. هذا فقط أحمال مختلفة، أو عفوا فاسنرز مختلفة وأنظمة فاسنرز مختلفة يتم تثبيت السكة بينهما. مثلا شركات معروفة باندلور فوسلو ديفنتلي، هذول شركات معروفة في تصنيع الفاسنرز. الآن ننتقل إلى العارضات، والعارضات وظيفتها نقل الأحمال من السكة والفاسنر إلى البلاست. والآن الدارج هو الكونكريت سليبرز، ولكن في الزمان القديم كان يتم استخدام الودن سليبرز اللي هي العارضات الخشبية، والستيل سليبرز. والستيل سليبرز هي تكون مصممة بحيث تتسع البلاست، أن تكون طبقة رقيقة من الحديد وتقوم البلاست بتغطية هذه الطبقة. بينما التيمبر سليبرز فالكروس سيكشن تبعها عريض، هنا الكروس سيكشن رفيع. هذا أعتقد ملاحظة أساسية. مشكلة الودن سليبر اللي هي التآكل، الكروجين، تأثر بالعوامل الجوية، والودن سليبرز بعض الأحيان تتأثر بالعوامل الجوية، بيصير فيها عفن أو تآكل. فهذه ليست انواع، ليست صفه الديورابيليتي فيها اللي هي العمل لفتره طويله، هما كلاهما اقل من الكونكريت سليبرز. طبعا المسافه بيناتهم كثير من الاحيان هي 0.6 متر هي المسافه بين سليبر وسليبر، هذا ستاندرد. بس يعني حتى تنوع 0.5 to 1 متر apart بدك تشيك الستاندرد. طبعا كونكريت از مور بوبولار، وتقوم بعمل الفحوصات التالية على السليبرز وهي فراكشر لود وكذا، ولكن هي فحوصات أساسية: ستاتيك بيندينج تيست، دايناميك بيندينج تيست، فاتيك تيست، إلكتريك سليبر ريزيستنس. إلكتريك سليبر ريزيستنس هي فحوصات أساسية، يتم فحص العارضة وتعريضها لحمل إما بشكل مستمر أو إما بشكل ثابت لمعرفة احتماليتها للأحمال المختلفة. ولكن أصبحت السليبرز أيضا ستاندرد مثلها مثل الريل، فأصبح الوضع الآن ليس بذاك التصميم أو تعقيد التصميم المطلوب. الآن الجزء الأخير في هذا القسم السبستركشر، وهي البنية التحتية. الآن درسنا الريلز الفاسنر السليبرز، الآن هناك substructure كامل وسوف نتحدث عن هذا التفصيل، ولكن فقط نمر عليها سريعا في هذا الجزء. ballast وهي الحجارة التي تقوم بنقل الأحمال من السليبر إلى الballast. subballast وهي جزء أقل من الballast. الformation layer هي طبقة، هذه الformation layer طبقة تقوم بحماية الballast من السبسويل، من التربة التحتية. قد يكون هناك مثلا أمور مرتبطة بالكبريت، أو أمور مرتبطة بالمياه، أو أمور أو ground water مرتفع، مياه جوفية مرتفعة، فيكون هاي الفورميشن لير كطبقة تحاول حماية طبقة البلاست من مشاكل السبسويل. طبعا البلاست يجب أن تكون موافقة للستريس أند جيومتري ستاندرز، وحقيقة هذا أمر مهم أن تكون ضمن إن عمل لها لوس أنجلوس تيست، ويكون في عندها أنجولاريتي تيست مهم حتى تحقق القوة المطلوبة منها والكمبرسيف سترينث المطلوبة منها والستريس واحتمال الستريسز المختلف القادمة عليها، الستريمث المختلف، لأنه مش فقط كمبرسيف سترينث. ولكن أيضا هذا الجزء مهم، إمبانكمنت ستابيليتي، والإمبانكمنت هو الجزء الماسك، وهو الجزء المرتبط بالبنية التحتية أو البنية الترابية الماسكة في السبلاس والبلاس أو التي تحتمل. وهناك قد يكون هناك أمور مرتبطة بالستابيليتي، ثباتية هذه الإمبانكمنت. بعض الأحيان قد نحتاج إلى استخدام جيوتك ستايل جيوغريدز، بعض الأحيان نستخدم سويل نيلينج، فهناك أمور مختلفة قد نستخدمها لتثبيت الإمبانكمنت بشكل فعال. وإن كان هذا شرح بسيط وسريع عن track system، سوف نتحدث عن الجي تكنيكال انجينيرينج وعن السب سيستم بالدرس القادم، ونتحدث عنه بتفصيل اكثر. مساءكم سعيد ونراكم في فيديو اخر.